السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم راشد اللاعب العربي وياي محمد. اوكي زين، ذكرت اسمك المرة ها؟ اي هل ما ذكرت ومتأكد ان اسم محمد، فاليوم اين راح نتكلم عنها راشد؟ اليوم اللعبة نتكلم عنها جاكي تشان ستونت ماستر. بوي يا اخي، ايام ايام ايام. تعرف جاكي تشان ستونت ماستر يا اخي، انا مو عاجبني اللعبه في الا شغله واحده، انت تقدر تصفقها وادم بدي اي كان تتذكر. هاي احسن شيء، احسن شيء باللعبه تشوف الدي اي تقعد تسطر فيهم بالدي اي، واحسن شيء مثلا اذا تنط بجاكي شان تحس انك كانه ماتريكس صاير يا اخي. صدق واحده من احلى العفره. وش تقول انت، ايش تتذكر؟ انا اتذكر اكثر شيء والله الاجزاء الليفلز كانوا وايد يعني حدك، انه ماخذين من كل افلام مال جاكي تشان، لاحظت هالشيء؟ صح. يعني ساعات ماخذين من هاي درونكن ماستر او ما ادري شنو كان اسمه اللي كان هو معروف يا زعم درونكن ماستر، عارفه بس ذكرنا اي مقطع كان. ما اتذكر والله، بس كان يعني كان مقطع اللي يدش يلبس ابيض. اي بابا نهاية الفيلم كان يلبس ابيض شيء كذي كان. صح. وبعد كان المقطع اللي يدش يا زعم الماركت مال هونغ كونغ. اي صح صح، هاي يعني اي شوي يكسر حركات. صح صح صح. مو بس هاي اللي بعد اللي يعني صدق اتذكره في اللعبه كان الرئيس الاخير، كان تتذكره؟ انا ما وصلت هلك تصدق؟ لا انا كنت واجد مدمن على اللعبه صدق، واحده من الالعاب اللي فعلا استمتعت فيها وانا العبها. بالضبط الرئيس الاخير طلع لي جرون، طلع لي جرون وايد، تميت فتره على ما بالغلط بعدين قتلته. مو انا شاطر او شيء، بس شيء تعرف انه مره واحده او مشي غير الحظ قدرت اذبحها. نفس ما قلت لكم الدي اي لما تقعد الصفقه في وجه واحد ما يعطيك شعور غريب. بعد فين لما شلون لما تقدر تحرق الاوادم تسوي لهم مثلا جراب وتقطهم على الفرن، اي شيء حركات بسيطه كانت بس كان قصدي متعه لا تنتهي. كان الصراحه من اكثر الالعاب اللي صدق لعبتها وفعلا استانست. ما كان يمكن وانا صغير ما كنت افهم وايد في القصه، ما كنت افهم وايد انها او جرافيكس ما جرافيكس، بس كنت اعرف ان هاي اللعبه تخليك تضحك تخليك تستانس. شيء روعه. اللي كان يعني اتذكر مثل ما قلت انها تقدر تتحكم يعني في اجزاء في يعني الاجزاء نفس ال صح. نفس ما قلت الفرن او تاخذ مثلا سطل او شيء كذي تطق على راسه. تصقع على راسه بالضبط. بعد ذكرنا في شغله اتذكر، هو طبعا ذكريات الغبيه دائما انا واخوي. اتذكر انه مره اللي هو تضاربت معاه على من يلعب، تعرف انه ابوي كان يسوي دائما حركه انزين، قال انا اقدر اخذ لكم كل واحد بلاي ستيشن بس ما في، لازم تتعلمون تتعاونون انزين. فخلونا محكورين، هاي حجته طبعا، فخلونا دائما يعني تعرف نتعاون. فاخذ لنا فتره نضارب، اتذكر هاي المضاربه بالذات كان وراها اكله ضرب عوده من ابوي، انا دش تعرف انا قاعد نضارب على الجير. فهاي الذكريات الاليمه اللي تربطني. اتذكر كنت اروح بيت رفيجي وكنا يعني بس نقعد لطول الليل بس قاعد نختم اللعبه. اتذكر يعني خذيناه سيده رحنا البيت بس قعدنا نلعب. للاسف ما كان في كوب، ما كان في تو بلاي، بس كنا نبدل يعني كل جزء اكمل اعطيه ويكمل بالضبط. كان فن صحيح. والجرافيكس بعد كانت وايد فن، يعني كنا انا ما عجبني الماتريكس اليمنت اللي في عناصر ماتريكس. عارف انا كان ايام الماتريكس تدري يعني كل شيء لازم يكون نفس ماتريكس. هاي كان فان صراحه، كان شروعه يعني واحده من الالعاب اللي صق ما تنسي جاكي ستانت ماستر. فبس خلاص، هاي كانت الحلقه عن جاكي تشان ستانت ماستر. ان شاء الله ما تذكرتوا هاللعبه، يمكن ما لعبتوه تشيكو وتشيكو. الاسبوع الجاي راح نسوي حلقه عن بيبسي مان، وايد ناس كانوا يكتبون بيبسي مان. ان شاء الله الاسبوع الجاي راح نسوي عن بيبسي مان ان شاء الله، ويا بيبسي وقوتي بيبسي مان بنسوي شيء شيء. اوكي شكرا للمتابعه، لا تنسون لايك سبسكرايب. كان وياكم راشد اللاعب العربي ومحمد. اوكي مع السلامه شباب.